السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة ورحب. النهارده فيديو مميز جدا. الأسعار نزلت، الأسعار اليومين دول اللي عايز يعمل مشروع لازم يجيب دلوقتي كتاكيت أي حاجة هاتيها، لأن مفيش حد بيشتري دلوقتي خالص. الحاجات دي هتنفعك بعد العيد وقرب العيد الكبير ان شاء الله لما تجيبي وتخزني او هتعملي مشروع. الحاجات دي حلوه جدا. دي النهارده اول يوم للسمان، طريقه السقبان، وهوريه لكم ازاي، واقول لك ان السمان من الحاجه الحلوه جدا اللي هي بتكبر معاكي بسرعه لو عايزه تعمليها مشروع. بس رجاء اللي عايز يجيب يجيب اليومين دول، لان الاسعار نازله جدا جدا بنص ثمنها، لان الناس كلها ملخومه اللي هيجيب كحك العيد وهيجيب لبس العيد وكل الكلام ده. بس قبل بقى ما نقول الفيديو بتاعنا النهارده، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. بصوا السمان ده هيبقى زي السمان ده باذن الله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا ده كان اصله ايه؟ كان اصله النمني الصغنن ده. اول يوم استقبال الكتاكيت ديت السمان ده، بصوا كل شويه تتقلب كده. اول يوم استقبال هنعمل ايه يا جماعه؟ هنا الميه ما حطيتهاش صافي، حطيت ميه بسكر. ليه يا بنتي يا بطه حطيتي ميه بسكر؟ لسه جايين ولسه طالعين من البيضه، لازم تحط لهم تحصيناتهم، حط لهم حاجه الاول مقويه. مش هنحط حاجه ثانيه خالص النهارده الا ميه بسكر. بس اللي عايز يجيب يلحق يجيب دلوقتي، لان الاسعار نازله جدا جدا جدا. واللي عايز يعمله مشروع، السمان من الحاجات المجزيه جدا اللي ممكن تعملي منها مشروع حلو، تبيعي لجيرانك، تبيعي لحبايبك، تاكلي ولادك. بصوا هيبقى زي ده كده. بصوا ده، بصوا ده عامل ازاي، الله اكبر عليه. اهو اول يوم اهو استقبال. انا عملت ايه؟ حطيت ميه بسكر. هي كل شويه بصوا بتتقلب ازاي. طيب هحط لهم اكل ايه؟ بصوا يا جماعه انا من اول يوم جباره، انا من اول يوم جباره. بصوا عامله لهم ايه؟ ده فول مدشوش، رحت طحنته كمان في الكبه تاني وهحطه لهم. اهو شوفي تعالي كده يا قشطه. ايه هياكلوه؟ هياكلوه كده. انا زغطتهم من اول يوم كده، انا كبرهم من اول يوم. بصوا هم عيني جعانين لسه جايين. يلا 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 يلا. السمان يا جماعه من الحاجات الحلوه قوي اللي انت تربيها وتكسبي فيها كويس جدا. او لو عايزه تاكلي لي ولادك هتاكليهم حمام محشي. ده انا ربيته وعملته احلى من الحمام المحشي. بصوا بصوا دول اهو، الله اكبر، بنفس الطريقه باكلهم. لسه دول حاطه لهم الفول المدشوش. لا اما تحط لهم قمح، لا اما تحط لهم شعير، وتحط بقى عليها معلقه جنزبيل، معلقه كركم. كل الحاجات دي حاجات مفيده. بس احنا النهارده اول يوم مش هينفع نتقل عليهم. بص عاملين الصوت عامل ازاي. بصوا النمنم ده. الاسعار يا جماعه هبطت دلوقتي. اللي عايز يجيب يلحق يجيب بقى ويكبر. وبعدين هي الناس ما بتاكلش الا كانت في رمضان. ما انت عندك بعد رمضان وداخل عليك العيد الكبير ان شاء الله، ربنا يديكوا الصحه والعافيه. جيبي وربي، جيبي وكبري، جيبي وبيعي، اعملي. بصي هو السمان ما بيحتاجش مكان، انا مغطيه دي كده بالقفص لان هو بيطير. لو انا شلتها تلاقوا طار كله في البلكونه. مش مكلف ومش عايز مكان ومش عايز سطح، هو عايز بلكونه او مكان صغنن جدا. والله العظيم زي ما قلت لكم في ناس حاطه السمان ده في المطابخ لان هو لا متعب. بص تعالي كده، تعالي كده، انتوا مش شايفين الاكل ولا ايه؟ ادفيكم. واهم حاجه بقى ان هنحط اللمبه. انا بعدت اجيب اللمبه لان لمبتي اتحرقت. وتحطي اللمبه وما تعمليش اي حاجه النهارده في اول يوم الا ان احنا نحط ميه بسكر بس في المسقه بتاعتهم، والمسقه تكون صغننه زي دي كده علشان هم هيسقطوا فيها. بصوا عاملين ازاي، يعني ممكن يسقطوا مني. تاني حاجه مش هتحطي اي حاجه خالص الا لو انت عايزه تحطي علب. بس انا من اول يوم جباره، هحط لهم حاطه لهم النهارده فول المدشوش اللي هو الناعم ده زي ما انتوا شايفين اهو. اهو ضربه تاني في الخلاط. بصوا هيقعدوا ينقروا فيه. اهو اهو بصي ده هيكبرهم بسرعه جدا جدا جدا. لما بيكونوا كبار شويه بتخليه خشن سنه، لكن هم عشان لسه صغيرين حطيناه. رجاء بقى الاسعار هبطت، اللي عايز يربي يجيب دلوقتي ويكبر طيوره
ما فيش اي حاجه تعمليها معاهم الا انك تحطيهم في كرتونه صغيره زي دي، تحطيهم حبه نشاره، حبه الميه بالسكر، اللي عايزه تحطي قمح، شعير، علف، اللي انت عايزه تحطيه في اول كام يوم مفيش مشكله. بس انا بعمل كده وهيوصلوا باذن الله باذن الله زي دول كده. شايفين دول بقى عاملين ازاي؟ الله اكبر عليهم. بس فعايزه اقول لك اللي عايز بقى يجيب يلحق دلوقتي لان الاسعار هبطت، واللي عايز يعرف الاسعار يكتب لي وانا اقول له وفين وبكام. اتمنى بقى ان انتم تشجعوني وتشتركوا في قناتي وتعملوا المشروع ده، لان انا قررت اعمله مشروع برضو لانه مجزي جدا جدا جدا. اتمنى بقى تشجعوني وتشتركوا في قناتي، واسيبكم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.